بوتيرة متسارعة تتصاعد تطورات الأحداث في النيجر على نحو قد ينذر بتفاقم الأوضاع هناك، وسط حديث حول تدخل عسكري محتمل قد تشنه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم. وفي خضم تلك الأحداث قالت وسائل إعلام فرنسية إن مجموعة إكواس تخطط لحشد 25 ألف جندي للتدخل المحتمل في النيجر، فيما ذكرت تقارير إعلامية أن المجلس الانتقالي في النيجر نشر تعزيزات في العاصمة نيامي وحشد 40 شاحنة تحمل مسلحين تحسباً لأي تدخل عسكري محتمل، وذلك بعد انتهاء مهلة إكواس للمجلس العسكري في نيامي. تأتي تلك التطورات بينما تشير التوقعات إلى أنه في حال تنفيذ الضربة الأولى من إكواس فإن قدرة جيش النيجر على الصمود أمام التدخل العسكري لن تدوم طويلاً إذا كانت تلك القوات مدعومة من الدول الغربية بسبب حالة الإنهاك التي يعانيها الجيش في مواجهاته مع التنظيمات المسلحة. ويبلغ إجمالي القوات البرية لجيش النيجر نحو 5200 منتسب، فضلاً عن الوحدات اللوجستية وكتائب المشاة وسلاح المدرعات والدبابات وعربات الدفع الرباعية. وفي غضون ذلك تتجه الأنظار إلى دول الجوار المؤيدة للتدخل بالقوة في النيجر، والتي تبدو حدودها مساراً محتملاً للتدخل العسكري، وعلى رأسها نيجيريا التي تعتبر التدخل العسكري خياراً لا مفر منه لضبط الأوضاع في النيجر، كما تشاركها بنين في نفس الموقف المؤيد للتدخل العسكري، فيما تعارض الجزائر وتشاد وبوركينا فاسو ومالي التدخل العسكري خشية أن يسهم التدخل العسكري في النيجر في اضطرابات كارثية على مستوى منطقة الساحل وخلق بؤرة توتر جديدة، مما يزيد المنطقة اشتعالاً ويقلل فرص استعادة الاستقرار والهدوء في القارة الإفريقية.